في ظهوره الأول بمؤتمر صحفي مع السيدة العجوز أمس الاثنين، والذي يسبق لقاء فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي وفريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار، خاصة بعدما ظهر بساعة فاخرة مرصعة بالألماس الأبيض والزمرد. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الساعة التي ارتداها اللاعب البرتغالي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار. ويذكر أنه من المعروف عن النجم البرتغالي عشقه اقتناء الإكسسوارات الثمينة.